إلى الزميل العزيز والغالي والمبدع المعلق المميز رايد بن محمد الضيوفي. رايد تفضل، لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. احييكم وارحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب من انطلاقات وتحديات جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن بالنسخة السادسة على التوالي في هنا في العاصمة الرياض، وبالتحديد بالصياهد ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. أشواطنا مستمر، شوط يليه شوط آخر بانطلاقة شوطنا الثالث عشر للأبكار اللقاية العام. انطلق مع البداية لأتابع مقدمة الشوط. يتقدم شعار بند الموك يقدم لنا انطلاقته وحضور علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك يقدم لنا هاعة على الصدارة. يتقدم مقدما لهاعة في المقدمة الأولى هابا هابا يا بند الموك. يتقدم مالك لنا هامة على المركز الأول بند الموك مقدما لنا هامة هامة في مقدمة الشوط المركز الثاني. أتابع شعار بن بيشان، يتقدم بيشان بن محمد بن فيد الرزق العجمي يقدم لنا ثقة في المركز الثاني في هذه اللحظات. يتقدم بن بيشان مقدما لثقه وابن جوده يتقدمون المركز الثالث. أتابع القدوم شعارك يا راعي غاية فهيد بن محمد بن راشد الفهيدة المر يصل شعار أثير شعار أول الرموز العامة في هذا المهرجان. يتقدم مقدما لحضور مقدما لغاية بعدما قدم لنا أثير المركز الرابع. تابع القدوم الحضور وصل الشعار علي بن صالح بن فالح الفاضلي البلوي يقدم لنا جمهر المركز الرابع. خامسا أرى الوصول، أرى التقدم في هذه اللحظات، التواجد الحضور من شعار حفيظ بن محمد بن حفيظ الكحلة المري يقدم للناوية. هكذا اسمونا المتقدمة، ولكن بن دلموك بن دلموك وابنه الشحنية وابنه التحدية يتقدمون مع بند الموك. الشعار الخطير دائما وابدا يتواجد من اجل النماس من اجل الحصول على نقطه في هذا الجائزه الكبيره اغلى الجوائز جائزه الملك عبد العزيز لسباقات الهجن رحمه الله واسكنه فسيح جناته. وبند الموك وبند الموك حتى هذه اللحظات الأمور تحت السيطرة عند لائحة الثنين كيلومترات. حتى هذه اللحظات السلامات إلى الدوحة، حتى هذه اللحظات إلى ابنه الشحنية يقدم لنا هامة 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 اسم خطير اسم كبير هامة في المقدمة.
وعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك يقدم لنا هام، ولكن وصل الشعار الخطير، وصل بن بيشان، وصل العجمي، وصلوا ابناء جودة، ابناء جودة يقدمون لنا ثقة، هذه ثقة ولا سلسبيل، ولكن ثقة، ثقة من تتقدم. بيشان يا بيشان يا بن محمد يا الرزق العجمي يتقدم بهذا الانطلاق الخطير. المركز الثالث شعار سعد بن سالم بن علي الفهد المري قادما مع صدى. المركز الثالث رابعا نتابع القدوم، أتابع الوصول من شعار في هذه اللحظات عبد الله بن حزام، أم عبد الله بن محمد بن حزام بن انديله المري مع تباشير. وخامسا شعار الخطير يتقدم بالرشيد في هذه اللحظات، تحذير هام مع أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، ولكن بن دلموك بن دلموك يتقدم علي بن فرج بن حمد بن دلموك يتقدم بهذا الاسم الخطير، يتقدم علي بن فرج بن حمد بن ناصر الخطير بن رشيد 700 متر الأخير بن رشيد، ولكن بن دلموك بن دلموك يتقدم. بسم الله بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء الكبير. بن دلموك إلى الدوحة إلى قطر إلى دولة قطر مع هذه النجمة. بن رشيد قادم، ولكن بن دلموك بن دلموك هام 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 هام، ولكن أرصد القدوم. وصل شعار مزيد بن سمير الشمرية، فلك فلك يا بعد حيي يا بعد حيي يا بعد حيي. بن رشيد بن رشيد بن رشيد أبناء المملكة أبناء الدار أبناء جميرة، السلامات إلى جميرة وشواطئ جميرة أبناء المملكة. فلك الشمري، ولكن بن رشيد الخطير بن رشيد يقدم لنا المزيد. مشكور يا الخطير أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، قدم أداء كبير. المركز الثاني شعار فلك، من أتت بآخر الأمتار بشعار مزيد بن سمير بن مليحان الشمري، من قدم لنا فلك. لحظات الإعادة لنتابع الأسماء المتقدمة، ولكن بن رشيد والسلامات لجميرة وشواطي جميرة مع الخطير دائما وابدا. من قدم تحذير تحذير كان باخر الامتار من الخطير. مشكور يا سويدي مشكور. من قدم لنا تحذير مكسر الاول 7:50 و65 جزء من المكسر الثاني، مزيد بن سمير الشمري مع فلك 7:50 و65 جزءا من الثانية. لحظات وصول فلك مزيد بن سمير بن مليحان الشمري، من قدم لنا فلك. ثالث الأسماء شعر محمد بن راشد، محمد بن راشد بن جلمود الفهيد المري المركز الخامس، شعر بيشان بن محمد الفهيد الرزق العجمي. إذا تهانينا والنوماس مبروك. الشوط القادم بصوت زميل خالد بن بدر الدعجان.